تعالوا مع بعض نعمل ازاي الحلو بتاعنا رقائق التوست بيه عم الشيف بالتفاح المكرمل. مقاديره على الشاشة شفناها مخرجنا يا جميل. معانا التوست بتاعنا بالدقيق الاسمر بيسموه في الخليج دقيق البر، وطبعا واخد رقائق من الشوفان، وده موجود في اي ماركت بيتباع شرايح التوست الاسمر او البر. معانا سكر، معانا شويه فانيليا، معانا التفاح الاخضر والاحمر الاثنين مع بعض، معانا السكينه بتاعتنا، وتعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. اول حاجه بحط السكر هنا في قلب الطاسه الحلوه دي، حلو، واسيبه شويه واهدى عليه شويه كده لغايه لما يديني لون حلو، واحط على السكر ده فانيليا. بجد يا شيف اول مره، لا هتشم ريحه فانيليا دلوقتي مع كرمله السكر ده، ما اقولكيش كانك حاطه حاجه حلوه في البيت. الروائح الجميله اللي بتحطها ست الكل. ناخد التفاح الحلو ده كده، انا جبت الاثنين علشان دايما نتساءل، يقول لك التفاح الاخضر له استخدامات والتفاح الاحمر له استخدامات، الاثنين واحد، بس الفرق بين الاثنين الاحمر بيتعمل فروت سلطات ما بيتحملش النار، الاخضر بيتحمل النار زي الفل. نعمه اهو الاثنين مع بعض. بدات السكر متكرمل على النار. لا انا ما بحبش اقشر التفاح، قشره التفاح كلها الياف تساعد على التخلص من الامساك وتنشط القولون لانها غنيه بالحديد. منين الكلام ده يا عم الشيف؟ العلم لما يتكلم سمع هس. هناخد التفاح ده كده زي ما هو اهو، الله، ونسيبه بقى ايه يهدى كده مع كرملة السكر ده كده، حاجة جديدة. احنا مع بعض كده، اضافة عصير الحامض للتفاح يحميه من الاكسدة، لان التفاح فيه حديد زي البتنجان زي الموز، لما بتسيبيه متقشر شوية ايه اللي بيحصل له؟ بيتاكسد، بيسود، بيقفل نفسنا. فإضافة عصرة الحامض هنا بتعمل إيه يا عم الشيف؟ بتشيل الأكسدة. الله، عينيا، ونسيبهم على النار يا عم الشيف. مخرجنا أسوأ خبر بسمعه وأنا شغال، مخرجنا يقول لك فاضل لك دقيقتين، طب أسيب الاستوديو وأجري؟ ما أنا لازم أطلع بالحلو. شرايح التوست جميلة، بناخدها كده، التوست الاسمر اللطيف ده، ده بقى هيشرب ايه يا عم؟ مش زي قصة عيش السرايا، عارفين عيش السرايا اللي هو ايه؟ شرايح التوست تتحمر في الفرن، تاخد الشربات بتاع الكراميل، وتتزين بقشطة ومربة الزهر، دي عيش السرايا. تاني توست متحمر في الفرن، ايه اللي بيحصل له؟ بعد ما بيتحمر بيشرب عصير او شربات الكراميل اللي هو سكر على النار مع زبده، وبعد كده يتزين اللي هو عيش السرايا بايه؟ بالقشطه ومربه الزهر. شايف الكرمله بتاعت السكر؟ حبيت التفاح لونه اتغير ازاي؟ الجمال والحلاوه؟ هي دي الكرمله. التفاحية استوت، شرايح من التفاح، لسه ما خلصتش. حاضر يا فندم، رياني رياني، لو عارفين المخرج بيقول لي في الاربيس بيقول لي 40 ثانية، يعني واخد كلمة 40 ثانية دي يعني بحسسني بالايه؟ يعني تخيل واحد بيقول لك 40 ثانية وطلعي من المطبخ، طبعا بتبقي يعني تقفل النار ولا تجري ولا تعمل ايه؟ شايفين الكرملة دي؟ حلو قوي، تسلم ايدك يا عم الشيف. قليل من الماء، احنا حاطين فانيليا، حاطين سكر.
شويه ميه صغيرين كده، يعني شقشاء ميه. ناخد الكرمله دي كده اهي، يلا بينا يلا بينا. ونقف هنا بنرصها على وش التفاح، على وش التوست. الله والله يا مخرجنا، لو عايز تخلص انا ما عنديش مشكله، انا خلصت يعني. انا هرص التفاح ده على التوست كده واغطيه بالكرمله بتاعتي الحلوه دي. ولكن خلوني قبل ما نخلص الحلقه بتاعتنا، عملنا ايه؟ عملنا كفته البطاطس باللحمه، او كفته اللحمه بالبطاطس. عملنا طبق فول حصري على طريقه المغازي، في مكونات وفي تفاصيل كتيره، اولها الحب. عملنا شرايح التوست الاسمر المعموله بالدقيق الاسمر مع التفاح المكرمل زي ما حضراتكم شايفين كده. الله، والتفاح عايم في الكراميل. بنزل عينيا يا فندم والله، اهو شفت الكرمله دي. الله، ايه الشربات ده؟ يجعل ايامنا كلها شربات يا رب. الف انا وشفا. ممكن تزينيه بشويه مكسرات زي ما انت حابه.